أهلا بكم. بعد مداولات شاقة وغلبة بالتأكيد على الفعاليات التي شهدتها كوب 27 في مدينة شرم الشيخ، إرادة لتلين ورغبة صادقة من قبل القائمين والمشاركين على إحداث تقدم يذكر وحلحلة كثير من الملفات التي بقيت عالقة على مدار سنوات فيما يتعلق بتعاظم التحديات خاصة المناخية التي تواجه العالم أجمع، يعني ربما حراك نسبي شهدناه من خلال ما كانت عليه الجلسات والمبادرات والمقاربات وغيرها مما تبعناه على مدار الأيام الماضية. الأنظار كلها كانت تتوجه إلى مدينة شرم الشيخ، إلى مصر، ويعني حتى وإن كان ما أفرزته هذه القمة لا يرقى أيضا إلى جسامة التحديات وإلى حجم التطلعات، لكنه بحق يعني خطوة على طريق وآلية ربما أصبحت في المتناول لتشكل نقطة انطلاق متمثلة في إقرار صندوق الخسائر والأضرار وغيره من المحاور وثيقة الصلة. نحاول أن نستثمر الوقت ونتطرق لها تحليلا قدر الإمكان في هذه الوقفة. ومعي ومعكم على شاشة قناة نيل الأخبار الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. اهلا بحضرتك دكتور مختار. اهلا وسهلا بيكي واهلا بمشاهديكي. تعقيب سريع يا فندم، ويعني كيف اختلفت هذه القمه عن سابقتها من خلال ما تابعته على مدار الايام الماضيه والتتويج الذي شهدناه، يعني ويمكن تحريك المياه الراكده ولو كان بشكل نسبي عما كانت عليه مقاربات سابقه من قمم مشابهه في الفتره الماضيه؟ صحيح صحيح، وانا متصور انه هذه القمه هتكتب في تاريخ عقد القمم الخاصة بمؤتمر المناخ. نعم. منذ انعقاد أول قمة اللي عقدت في البرازيل 1992، ثم بداية توقيع كل الدول وبداية عقد القمم الثابتة من 1994، رحنا لبروتوكولات كيوتو اللي عقد في اليابان 1997، ودي كانت علامة مهمة جدا، ثم اتفاق باريس اللي كان 2015، ثم التعهدات الستة اللي أخذها مؤتمر جلاسكو في كوب 26. كل هذه الأمور مرت بمنعطفات مهمة جدا. هذه المنعطفات هي تعهدات من قبل القوى الكبيرة لدفع أموال للدول الأكثر تضررا من الانبعاثات الحرارية للدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة، ثم تنصل من هذه التعهدات بعد انتهاء هذه القمم. كانت قمة 27 كوب 27 هي التحدي في الجزئية دي. التحدي هو مدى إلزام الدول الكبيرة بدفع التعويضات ولو جزء منها. خلاص احنا مسألة ال 100 مليار دولار اللي أقرها اتفاق باريس وطموح الدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة في 300 مليار دولار في هذا التوقيت أصبحت مسألة صعبة، فلازم تخرجي على الأقل ببعض المكاسب من خلال عقد هذا طبعا. المؤتمر المكسب الأول من وجهة نظري، وهي عندما تدفع تعويضات هي تتحمل مسؤولياتها في المجتمع. صحيح صحيح، ما في شك. المكسب الأول من وجهة نظري هو الصندوق اللي احنا سعادتك أشرت إليه، اللي هو الصندوق اللي هو الخاص بالخسائر والأضرار للدول اللي بتتضرر أو الدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة. هنا هيكون صندوق موجود، هيكون في هذا الصندوق جزء من هذه الأموال شكلها إيه، هو ده نطاق المفاوضات اللي كانت بتدور على مدار التمويل نفسه، حجم التمويل ونسب التحمل. أيوة. مش محددة حتى اللحظة، هي دي الجزئية المهمة. ما كانش في إلزام إنك تقولي مثلا أمريكا تدفع كذا، فرنسا تدفع كذا، ألمانيا تدفع كذا، لكن أنت نجحتي في إن هذا الصندوق يتم تكوينه وإن يكون هناك صندوق عن الأضرار اللي بتلحق الدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة من مسألة التغيرات المناخية. في توافقات لاحقة بقى بالتأكيد حتى تم ده ومن وجهة نظر أنه براعة هذا الصندوق أن تمت في الجلسة الختامية، يعني تمت وإحنا بصدد إنهاء هذا المؤتمر. الجزء الثاني أنه كثير من قادة المؤتمر أطلقوا مبادرات. مثلا الملك عبد الله، جلاله الملك عبد الله العاهل الاردني، اطلق مبادره اللي هو ترابط المناخ واللاجئين، وهنا بدرجه او باخرى عايز يربط التغيرات المناخيه وتاثير هذه التغيرات المناخيه على اللاجئين، وبدرجه او باخرى يكون هناك شكل من اشكال الالزام للدول الكبيره في جزء من المساعدات تطلق في اللاجئين الخاصه اللي بيتضرروا من جزء كبير جدا من هذه التغيرات المناخيه. الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت 150 مليون دولار وقالت أنا هديهم للدول الأفريقية اللي هي متضررة من التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية. في صندوق اسمه صندوق الإنماء عملوه تابع للأمم المتحدة، في تعهد بأن الصندوق ده في نهاية 24 يكون فيه
حدود 11 مليار دولار. أيضا يكون هذا الصندوق إلى حد كبير جدا يبدأ. أنا عايزة أقف عند الرقم ده، وهل هو كافي باستيعاب حجم الضرر ويمكن اللي مرتقب ان يحصل اكتر من غضب الطبيعه، بما اننا تركنا هذه القضيه دون حلول جذريه بشكل تراكمي يعني على مدار سنوات عديده؟ اسمح لي ارجع قليلا لبعض متابعه هذا الخبر عن ما اسفرت عنه جهود وزاره الداخليه في مجال الامن العام عن العديد من الإنجازات خلال أسبوع واحد فقط. نتابع مع حضراتكم المزيد في التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 308 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 169 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 66 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 371 قطعة سلاح ناري، أبرزها 53 بندقية و43 بندقية آلية و11 مسدسا و264 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و45 خزينة، إضافة ل 996 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 349,612 حكما قضائيا، من بينهم 1086 حكم جناية و134,193 حكم حبس و166,092 حكم غرامة و48,241 مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 16 متهما قاموا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 68 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 124 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2257 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2450 متهما، من بينها أكثر من 1134 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 2600 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقارب من 105.5 كيلوغرام، وضبط قرابة 283 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 46.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 30,345 قرص مؤثر،
و 16461 قرصة ترامادول مخدر وعدد 426 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 377 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 13 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، كما تم ضبط 3 قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 78 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. كنا بنتكلم قبل الخروج لهذا التقرير عن الرقم اللي بيمثله هذا الدعم أو هذا التعويض، ال11 حضرتك قلت 11 مليار دولار، صندوق المناخ. ايه اللي بيمثله يعني كطاقة استيعابية لحجم ما قالت إليه الوضع المتردية والتأثر السلبي خاصة من قبل الدول الفقيرة والنامية؟ إلى أي مدى الرقم ده ممكن يكون مرضي في هذه المرحلة دكتور؟ لا، ما تقدرش تقول إن هو رقم مرضي بدرجة كبيرة، لكن تقدر إن على الأقل بدأت تجمع جزء من الأموال اللي أنت لحد كبير جدا محتاجها. التقارير النهاردة بتتحدث إن 100 مليار اللي تم تخصيصهم في اتفاق باريس 2015 النهاردة يساوي 300 مليار دولار أنت محتاجة ده عشان تبدأي تعوضي ده وتبدأي تتنقلي بقى للنقلة اللي انت عايزة تروحي للأمور الخاصة بالبيئة وصديقة البيئة. بشكل أو بآخر لما بتنجحي انك انت توفري جزء من هذه الأموال وهناك تعهد انه في سنة كذا هتكون هذه الأموال موجودة، و2024 واحنا بنتكلم في أواخر 2022 يعني بنتكلم على سنة وشوية، ده أنا من وجهة نظري مسألة إلى حد ما مرضية. لما بتكلم انك انت نجحتي انك انت تكوني صندوق تحت عنوان الأضرار أو التعويضات بالنسبة للدول النامية وتبدأ دول تدفع، يعني أنا عندي النهاردة مثلا دولة زي نيوزيلندا دفعت 20 مليون دولار، وفي دول بدأت تساهم، اسكتلندا بدأت تساهم، النرويج بدأت تساهم، ألمانيا بدأت تساهم، النمسا بدأت تساهم، بلجيكا بدأت تساهم. إذن في دول أبدت استعدادها لدفع جزء من هذه الأموال اللي من الممكن أن تستخدم كتعويض للدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة. أنا من وجهة نظري ده في حد ذاته نجاح طبعا، لأنه مش قضيتك هنا أنك أنت توفري 300 مليار دولار مش هتقدر توفريه، وقضيتك الثانية أنك أنت مش هتعملي شكل من أشكال الإجبار على الدول العظمى أو الدول الكبيرة، خصوصا أن أنا من وجهة نظري أنه أحيانا السياسة بتطغى على هذه المسألة. هي مش فكرة إجبار بقدر ما هي وضع التعهدات موضع التنفيذ، يعني عايزين بقى يبقى في عقد جديد من التعاطي العالمي ان يكون في عداله، فكره العداله في التعويض. حاله التطاحن السياسي اللي بتحصل في بعض الملفات، خصوصا انه بيترأس هذه الحاله من التطاحن القوى العظمى، وعشان كده طلع تقرير قبل كوب 27 قالوا الولايات المتحده الامريكيه مع الصين اللي هم مسؤولين عن 40% من الانبعاثات الحراريه والتغيرات المناخيه، لو حصل في توافق ما بين القوتين دول استطعنا ان احنا ننجح جزء كبير جدا من اروقه هذا المؤتمر. حلم بعيد ما فيش شك، هو الصراع ما بين الصح. وكوب 26 فشل لانه الصين وروسيا كان تمثيلهم تمثيل ثانوي والى حد كبير جدا، لا راحوا ولا حتى في مواقف متحفظه تبنتها اوروبا بشكل كبير، والصين حول التعويضات من جانب، وايضا فكره الانتقال او التحول للاقتصاد الاخضر بكل ما يحمله ذلك من كلفه اقتصاديه يرونها باهظه. هو طبعا بالتاكيد لان هم عايزين ان هذا التحول او هذه الالتزامات تكون بداخل دولهم، يعني هم اذا كان هناك تاثيرات بالنسبه داخل الدول الاوروبيه يكون عندهم من المخصصات الماليه او المقدرات الماليه اللي يستطيعوا ان هم ينقلوا نفسهم النقله دي، لكن انك انت تحطيهم في التزام لدول خارج اطار القطر الخاص بيهم هو ده الاعتراض على الجزئيه دي. وعشان كده انا من وجهه نظري هتلاقي مثلا مبادره زي مبادره الشرق الاوسط الاخضر اللي تبنتها المملكه العربيه السعوديه من وجهه نظر كثير جدا من المراقبين ممكن الى حد كبير جدا تنجح. ليه؟ انت بتتحدثي عن دوله الى حد كبير جدا ثريه، وان هذه الدوله تستطيع انها تدي مخصصات ماليه وتعمل عمليه التحويل ده، خصوصا اذا هي بدات عمليات التحويل ده على ارضها، والى حد كبير جدا طرحت مبادره واصبحت هي رائده لهذه المبادره. بشكل او باخر
انت نجحت في المؤتمر انك انت تعبري من مسألة مهمة جدا، مسألة اقناع القوى العظمى والقوى الكبيرة بمسألة مبدأ التعويضات او مبدأ الدفع في حد ذاته حتى لو كانت مبالغ زاهدة او مبالغ معقولة، والى حد ما بدأت تنشئ صناديق وهذه الصناديق اصبحت امر واقع، والى حد كبير جدا بدأت الدول تدفع داخل هذه الصناديق على غرار طبعا نجاح زي ما حضرتك قلت، لكنه نجاح نسبي حتى نحافظ عليه ونبني عليه ونستثمره. وهنا يتكرس منطق الدروس المستفادة من قرابات الماضي. يعني المرة دي دايما حقيقة بنتكلم، وكان دايما في مطالبة مصرية بذلك، ان المقاربة تكون تتسم بالشمولية وبالعدالة، وان احنا نتلافى فيها الأخطاء السابقة. ازاي ممكن يتم البناء على ما تحقق من حراك نسبي في كوب 27 في كوب 28 اللي هتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقة وما بعد ذلك؟ ماذا بعد؟ أنا متصور أنه الإصرار المصري أو الإصرار الدولة المصرية على أنها تكون هناك مخرجات فعلية واقعية في كوب 27، وهي تدرك أن كوب 28 مكمل ليها، والعلاقة الحسنة أو العلاقة الوطيدة اللي بيننا وبين دولة الإمارات الشقيقة، ووجود الأمير محمد بن زايد أثناء انعقاد هذا المؤتمر وتوافقه مع المطالب المصرية المرتبطة بهذا الوضع، يديك شكل من أشكال التقارب في هذا الأمر. ويمكن الأقدار لعبت دور كبير جدا أن يكون كوب 28 جاي في الإمارات بعد كوب 27 اللي المفترض اللي عقد في مصر وانتهى الحمد لله بفضل الله. فأنا من وجهة نظري أنه نجاح حصل، وباستكماله في كوب 28 هنقدر نأكد هذا النجاح وهينسب إليك هذا النجاح. زي ما النهاردة بنتكلم عن بروتوكولات كيوتو أو العقد في اليابان 97، أو بنتكلم عن مخرجات اتفاق باريس 2015، وبنتكلم على النصوص والمواد على رأس مثلا هذا المواد مثلا المادة 12 اللي بتتحدث أن العنصر البشري عنصر مهم جدا في التكيف مع التغيرات المناخية، ولابد أن يكون عنصر مساهم فيها، أو المشاركة الشبابية اللي احنا شفناها بشكل زخم كبير جدا في كوب 27 ولفتت الأنظار بشدة، وإلى حد كبير جدا ربما يعول عليها في كثير جدا من المؤتمرات القادمة. المهم انك انت أخذت ملمس في شكل طبعاً. المؤتمرات انت على مدار 27 مؤتمر أصبح مؤتمر شرم الشيخ من وجهة نظري هيكون الحديث عنه باستفاضة كثيرة جدا خلال المؤتمرات. وإضافة لذلك دكتور مختار، كوب 27 بشرم الشيخ كان فرصة ذهبية لإطلاق كثير من المبادرات المهمة اللي يمكن صبت في مختلف المجالات اللي كلها يعني بتقارب التغيرات المناخية. يعني حتى كان العنوان الأكبر لهذه القمة هو التغيرات المناخية، إلا أن هي في النهاية منظومة متكاتفة من كثير من العوامل والظواهر، منها الغذاء وتحدياته والطاقة المياه وغيره الحقيقة، وفكرة ربطها بالسلام والتنمية المستدامين. ازاي بتنظر حضرتك لهذه المنظومة؟ وانا متصور انه كان الملمس الاهم بالنسبة لها النظرة الى الصراع الاوكراني وتأثير هذا الصراع، وعشان كده شفنا كلمة سيادة الرئيس في نهاية كلمته الرجاء او الرسالة اللي ارسلها الى الاطراف المتورطة في هذا الصراع بانه يعني من فضلكم عايزين نوقف هذا الصراع، لانه هذا الصراع له الانعكاسات خطيره جدا طبعًا. على الدول الفقيره او الدول الاكثر هشاشه او الدول الاكثر فقرا، لانك انت عندك على مستوى العالم الافريقي 22 دوله، 22 دوله مصنفين ضمن الدول الاكثر فقرا او الدول الاكثر هشاشه. اصلا من التغيرات المناخيه، لما تيجي تاثيرات زي ازمه الغذاء اللي سببتها الازمه الاوكرانيه، انت بتزودي الضغط على هذه الدول بدرجه كبيره جدا. عشان كده يعني انا من وجهه نظري كان محمودا من الولايات المتحده الامريكيه انها تخصص 150 مليون دولار وتقول للدول الافريقيه تحديدا البعد الافريقي ده، لان انا عندي 55 دوله على مستوى الاتحاد الافريقي وعند منهم 22 دوله المفروض يحتذى بها بقى، يعني دول اخرى تسير على ذات المنوال. ولما تفعل ذلك الولايات المتحده هي رساله بليغه في حد ذاتها، لان كان معروف مواقف الامريكيه من عدم المشاركه اساسا في منتديات سابقة معنية يعني بذات الشأن. أصلا من اتفاق باريس لو أنت تتذكري معايا. صحيح أنا ده اللي ترامب 2017 ولما جه بايدن في بداية سدة حكمه إلى حد كبير جدا عاد الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لهذا الاتفاق. صحيح. وانسحاب بايدن من اتفاق باريس معناها
بشكل بسيط جدا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أي تعهدات إلزامية عليها بدفع أي مبالغ مالية إلى الدول الفقيرة أو الدول الأكثر فقرا أو أي مساعدات تكون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لما جه بايدن الحقيقة أعاد الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، وكان هذا الطرح بال 150 مليون دولار. ال 150 مليون دولار ما نقدرش نقول مبلغ كبير يستطيع ان لكن على الاقل نقطه تستطيع انك انت تبني عليها مستقبلا. صحيح. وتستطيع انك انت تعول عليها. في جمله اخيره اتوج بها للقائمة مع حضرتك، ما بين التكيف والتمكين بالتاكيد مشوار طويل، ومصر طرحت نفسها كنموذج يحتذى به في هذا الاطار، كيف يمكن ان نعظم الاستفاده من ذلك عندما نطبقه على القاره السمراء بشكل اكبر وبشكل اكثر عمقا وشموليه على العالم كله في مواجهه التحديات الراهنه؟ شوفي انا من وجهه نظر تلغرافيا النجاح المصري الكبير، وانت بتتكلمي عن نهايه هذا المؤتمر ويخرج صندوق على غرار هذا الصندوق الخاص بالاضرار للدول او التعويضات للدول الاكثر فقرا، انا متصور ده نجاح منقطع النظير. النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا، انه ملمس مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 سوف يضاف الى كثير جدا من مؤتمرات المناخ، ولن يكون اقل تاثيرا من مخرجات بروتوكولات كيوتو اللي عقد في اليابان 1997 او مخرجات مؤتمر باريس 2015. سوف يضاف الى مؤتمرات المناخ وربما لسنوات كثيره جدا قادمه كوب 27 اللي عقد في شرم الشيخ. مهم جدا استثمار هذا الحدث ومخرجاته، موقف عالمي موحد في مواجهه التحديات العالميه المتعاظمه، ولا يوجد اي دوله بمنأى عن الضرر في مثل هذه المرحله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مختار غباشي الامين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسيه. شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام اشكر لكم حسن المتابعه، بعد قليل اتواصل معكم ومتابعه اخباريه على شاشه قناه النيل الاخبار، كونوا دوما معنا.